حياكم الله أحبتنا مشاهدي تلفزيون دولة الكويت ومتابعي برنامج فقرات صباح الخير يا كويت. على الرغم من أن الحاجة أم الاختراع، إلى أنه لا يشترط أن تحتاج إلى الشيء كي تخترع، يكفي فقط أن تحس بحاجة الآخرين لتقدم على عمل يفيد الإنسانية. هذا ما راح ينطبق على ضيوفنا اليوم المخترعتان، المهندسة إسراء العريان والمهندسة نورة الخضر. صبح عليكم بالخير وحياكم الله. نورة شلونك؟ الحمد لله تمام. صباح الخير. صباح النور. إسراء صباح الخير. صباح النور. حياكم الله. لكل من يفتش عن النموذج الطيب اللي يكون نموذج لبنات الكويت، لا تدورونهم بالسوشيال ميديا الفاشينيستا ومش عارف ايش وكذا، شوفوا النماذج اللي عندي وتعرفون النماذج الحقيقية لبنات الكويت. لكن خلينا نشوف هالتقرير ونرجع له مرة ثانية. حياكم الله مجددا، ويعني للأمانة أرجو الانتباه من كل من يشاهدنا حتى يتعرف على النموذج الحقيقي لمن يشرف من بنات الكويت. ببدأ معك أختي إسراء، أو أقول بنتي إسراء. قبل أن نتكلم عن الاختراع، شلون بدت الفكرة وشنو اللي دفعك نحو هذا الاختراع تحديدا؟ طبعا احنا خريجات كلية الهندسة والبترول، تخصص هندسة كهربائية. احنا بالكلية يعني لازم حق كل طالب انه يسوي مشروع تخرج. حلو. فاحنا كنا جروب من اربع طالبات، انا والمهندسة نورة والمهندسة شيخ العبيدلي وانوار الشمري. فحبينا انه يكون مشروعنا مو بس كهربائي، متخصص بالهندسة الكهربائية، حبينا انه هو يكون طبي الكتروني، انه ندخل شوي بمجال الطب مع الكهرباء. فزلنا المستشفيات، وكان أساسا كان معنا دكاترة، دكتور إبراهيم سلطان، وهو متخصص هم من مرضى السكر. فدورنا أكثر الأمراض انتشارا، وكانت الكويت تتميز يعني المركز الثالث عالميا مرضى السكر. فحبينا أن يكون جهازنا يعني يخدم هالفئة من المرضى، وأنه يكشف جروح مرضى السكر. فسوينا الجهاز اللي هو جهازنا دايابتكون ديتكتر، كاشف جروح مرضى السكر. انتم خرجتوا من تخصصكم كهندسه في البترول وذهبتوا الى حاجه انسانيه اخرى في مجال الطب. نوره، اذا بنتكلم عن الساده المشاهدين عن الاختراع، شنو هو الاختراع اللي انتم سويتوه ونعرف الساده المشاهدين عليه؟ اوكي، احنا مثل ما قالت اسراء، مشروعنا حق مرضى السكر هو عباره عن تو ستيج، ان المريض يكون عنده الجهاز بالبيت كل يوم يشيك على نفسه اذا عنده جرح ولا لا. ليش؟ لأن مريض السكر لما نسبة الجلوكوز بدمه ترتفع وتنزل، يأثر أن الأعصاب اللي بأطراف الإحساس فيها يقل. فأول شيء ممكن يكون عنده جرح ما يحس فيه، وثاني شيء مريض السكر جرحه ما يلتئم نفس الإنسان الطبيعي، فأي شيء ممكن يلوث هالجرح يسبب له الغرغرينة اللي هي علاجها البتر. صحيح. طبعا 80% من مرضى السكر قاعد يوصلون حق مرحلة البتر. ليش؟ لأنه ما قدروا يصيدون أن عندهم جرح فإنه يعالجونه. فإحنا صممنا إذن يعني أنتوا مش مرضى السكر، يعني لمرض السكر انت ولي من لديه جرح من مرضى السكر. عدل. ويكون في هناك اكتشاف مبكر لجرح. صح. في احد اعضائه. اي، نتعرف على شلون طريقه. احنا اول شيء عندنا باند، هذه الستيج الاولى، المريض راح يلبسها بالقدم او بايده، هو وين يبي يكشف بجسمه الاطراف اهم شيء. فيلبس الباند، راح يشب له لون يا اخضر اصفر او احمر. اعطيني بعد اذنك اختي مهندسه اسراء، هذا الجهاز. أي. انت قاعد تقولين الجهاز فيه في اللون الاخضر. في اللون الاخضر. اي، اللي هو يعطيني نوتيفيكيشن ان اللي لابس الباند سليم، ما عنده مرض السكر. طيب. واللون الاصفر اللي الأصفر. هو مريض سكر بس ما عنده كومبليكيشن، يعني ما عنده جروح، وضعه مستقر. هذا الاصفر. عدل. وبالنسبه حق اللون الاحمر اللي هو مريض سكر مع جرح، which is the worst case، اللي نبي مريض السكر يدري انه هو عنده جرح. حلو. أي. وين يوضع بحيث ان انا راح اسوي العمليه امام الاخوان؟ أوكي. المشاهدين طبعا احنا الباند لازم، خلينا نفرض ان انت تبي تكشف عن اذا عندك جرح بايدك. نعم. او لا، فتلبسه هني مكان الساعه. مكان الساعه. لازم الشمال ولا اليمين؟ عادي، انت تختار اي اريا تبي تفحصها. اوكي، هذه بهذه الطريقه. اي. مثلا تسكر عليه، يكون في سويتش تسوي له اون. نعم.
ويطلع الريزولت عن طريق الالوان. انا بس ودي انوه للساده المشاهدين انه طبعا حتى الان الاخوات ما اخذوا براءه الاختراع، فبالتالي ما راح يعمل معانا على الهواء. الاشتراطات خاصه لمركز الشيخ صباح لغايه ما يخرج الى النور ويسجل باسمهم وباسم مركز الشيخ صباح حتى لا تؤخذ هذه الفكره من الاخرين. الان انا حطيت الجهاز بهذه الطريقه. طيب اي فراح يشب لون واحد من الثلاث الوان. هو في مثل السنسر. اي هو احنا مصممين دائره كهربائيه. زين. عن طريق هذه الدائره الكهربائيه تطلع لي نتيجه اللي لابس الباند. زين. اي فيشب لون. هني اللون الاخضر. اي هني اللون الاصفر. هني اللون الاحمر. الاحمر. اي معناته اذا انا مثلا لبست هذا الجهاز شب اللون الاخضر. اي يقول انه سليم حتى ما في سكر. ما في سكر. مش فقط جرح حتى ما في سكر، مش مريض سكر. صح. اذا اللون الاصفر اللي هو مريض سكر بس ما عنده كومبليكيشن، ما عنده جروح. اوكي جد. انت الان مريض سكر، حالتك معناته مستقره في موضوع السكر ولا عندك جرح. صح. اللون الاحمر اللي هو مريض سكر ومعاه جرح، يعني دير بالك هذا. أي. انت الان في مرحله عندك فيها عندي. جرح. أي. مش شرط الجرح يعني في نفس الساعه، ممكن يكون في واحد من الـ الـ لا اذا الأطراف. هو قاعد يسوي الفحص حق ايده فالجرح بايده. اما اذا لبس الباند بريله فراح يعطي نوتيفيكيشن عن ان الجرح بريله، معناته حق الاطراف فقط. حق الاطراف نعم، مش في مناطق اخرى. اي واحنا كملنا البروسس انه مثلا مريض السكر اذا كان كبير بالسن ممكن انه يكون عنده مشاكل بالنظر كذي، فقلنا مشكله مريض السكر اكثر شيء تكون بتر بالقدم. هي الاماكن اللي يكون فيها جروح مخفيه ما يقدر يشوفها المريض. فخلنا نفرض انه هو لبس الباند بريله وشبل الليت الاحمر، فهني عنده جرح. اذا بيعرف وين موقع الجرح احنا صممنا هذا البوكس. ايوه ناخذ البوكس استاذ جابر. طيب هني هذا موضوع قدم. اي راح يحط راح يحط القدم، وعندي سنسر راح يحس انه في فورس. نعم بعد اذنك انا عشان انت خليك معانا، خليك معي. تفضلي مهندسه. هني مثل ما قلت راح يشيل الغطاء وراح يحط ريلا. هني الكاميرا ماخذ الجهاز. اي طيب وعندي انا سنسر اول ما موضوع يحس موضوع القدم هني. طيب تفضلي كملي. أي. فاول ما يكون عندي ضغط اللي هو الفورس قاعد تضغط على هذه المنطقه، في كاميرا داخل راح تبدي تسوي تاخذ سناب شوت، تاخذ لقطات حق الريل وتدزها عن طريق اللابتوب، راح يسوي ايمج بروسيسنج، يعطي رقم معين. اي نعم. فراح يسوي ايمج بروسيسنج يطلع لي موقع الجرح وعمق الجرح. هذا من خلال القدم، وضع القدم. أي. في هذا بس مجرد ما يحط في هذا المكان عادل. يحط القدم هني، خلينا نعطيها بطريقه عمليه. أي. وضع القدم بهذا المكان. أي. سواء الشخص السليم او مريض السكر. اي بس هو المريض ما راح ينتقل حق هالمرحله الا اذا كان شاب اللون الاحمر، يعني هو مريض سكر وعنده جرح. يعني اذا. أي. كشف بهذا الجهاز. أي. اللي بيدي الان بعدين ينتقل الى هذا الجهاز عادل عشان يبي يعرف موقع الجرح الحين. حلو. اي فيحط ريله. نعم. في سنسر راح تحس انه في ريل قاعد تضغط. طيب فراح يدز معلومات حق اللابتوب. أيوة. ان الكاميرا اللي داخل تبدي تاخذ لقطات حق القدم من تحت. نعم. فتسوي ايمج بروسيسنج انه تطلع لي موقع الجرح وعمقه. نعم. ودايركتلي تدزه حق موبايله وحق ايميل الدكتور اللي متابع حالته دايركتلي من اللابتوب نفسه. من اللابتوب هو بس يحط القدم و ممتاز ممتاز. بنتقل للمهندسة إسراء. بعد هالمشاريع هذه هو لا زال الآن حتى الآن في مركز الشيخ صباح الأحمد. شنو الإجراءات اللي قاعد يسوونها الآن بحيث أنه يرى النور ويتم استخدامه للمرضى حتى الأشخاص السليمين؟ طبعا بالبداية أنت يعني إحنا كتبنا نبذة المشروع زائد الصور والفيديوهات حق المشروع، فالحين هم قاعد يدرسون الموضوع، يعني يطول يعني شوي، يعني قالوا لنا إذا يتم الموافقة راح يردون علينا. في موافقة مبدئية؟ موافقة مبدئية. إيه. إيه. لأن من قبل الدكاترة ومختصين. إيه. في هذا المجال. إيه. طيب وعلى أساس الموافقة النهائية هي دراسة بعض الأمور اللي تكمل المشروع، فبالتالي الموافقة المبدئية نوع من القواعد يعني اللي تشجع على أنه بالفعل الجهاز راح يرى النور. تفضلي. فاحنا اساسا كنا يعني احنا قدمنا على براءة الاختراع، فاحنا ناطرين الموافقه، ان شاء الله الموافقه ما راح تطول معانا، ويعني نشوف المشروع بكل مكان وان شاء الله يتم الموافقه على براءة الاختراع. اذا تحدثنا عن المسابقات الان او المعارض اللي مثلتوا فيها الكويت، هذا الاختراع او ابتكارات اخرى؟ طبعا هذا اعتقد انه ما ظهرتوا في اي معرض.
الأنبلة، ظهرنا في معرض ميكر فير اللي هو تابع حق شركة استثمار الكويتية، كان تقريبا من قبل أسبوعين، والحمد لله يعني كان هناك يعني كانوا مسوين نفس مسابقة أنه يكون 60% من قبل تصويت الجمهور أن الناس يزوروننا ويصوتون عن طريق الابليكيشن، حلو، 40% من قبل لجان الحكم. طبعا لجان الحكم كانوا مختلف شركات، ومنهم كان بالتقدم العلمي اللي هم أساسا قالوا لنا قدموا، يعني هم اللي باشروننا حق تقديم براءة الاختراع. فالحمد لله يوم طلعت النتائج كنا بالمركز الأول على الشرق الأوسط. احنا من ناحية التكنولوجيا كنا فزنا بالمركز الأول في الشرق الأوسط. نورة، فكرتوا في التعاون مع جهات علمية عالمية من أجل مواصلة أفكاركم، يعني ما تكون عندكم فقط هذه الأفكار، تقديم اختراعات أخرى؟ نورة، احنا بالنسبة حق البروجكت هذا اللي سويناه اكتبت عنا مجلة من نيويورك اسمها ميك، كان زايرنا كاتب بالميكر فير وكتب عنا عجب المشروع، فمشروعنا بعد ما فاز بالمركز الأول احنا مثلنا دولة الكويت بنيويورك. فهذه أول مشاركة لنا يعني بالعالمية. أما داخل الكويت أول شيء قلنا بنقدم على براءة الاختراع، جتنا عروض من خارج دولة الكويت أنه يتبنون المشروع بس أنه يكون باسم دول أخرى مو دولة الكويت، بس احنا يعني رفضنا هذا هالشيء لأننا بيكون مشروع كويتي. حلو، ممتاز، بارك الله فيكم. إسراء، كيف ترين تشجيع الجهات العلمية في الكويت لتش والغيرك من النماذج المضيئة إذا بسميها واللي نفتخر فيها؟ يعني هي من ناحية الشركات يمكن إحنا اللي كانت مباشرتنا وزارة الشباب وشركة الاستثمار الكويتية، بس أكثر تشجيع كان لحد الآن أكثر تشجيع كان من الناس هم نفسهم، هم اللي كانوا يشجعونا. من ناحية الشركات إحنا نتمنى أن نوصل لمرحلة أن الشركات مثلا تدق علينا تسأل عن المشروع ويعني تباشرنا بالمشروع، لأن كوننا إحنا أول ناس نستعمل هذه التقنية اللي هو إحنا مسوينها أشعة NIR، فنتمنى أنه يكون من قبل الشركات الكويتية، خاصة إحنا نبي المشروع يكون مشروع كويتي. بارك الله فيكم. ولما قلت أنا في بداية مقدمتي قبل لا نطلع للتقرير، بالفعل أنتوا نماذج اللي تعكس صورة البنت الكويتية، وبما أن إحنا أصلا في السوشيال ميديا متواصلين، وقاعد أقول أنه في هناك من يتابع البنات الكويتيات يعتقد بأنهم نماذج أخرى، لكن أنتوا نماذج طيبة، فأنا بأخذ، اسمحوا لي أقعد بينكم بعد إذنك أخوي جابر، أنا اللي أخذ سيلفي، أنتم مثل خواتي الصغار، وأقول سيلفي مع نورة الخضر، طبعا سيلفي فيديو، وأسماء إسراء، يعطيكم العافية، نموذج مشرف لبنات الكويت، وهذولا النماذج اللي تمثلنا وتشرفنا. مشاهدينا، راح ننتقل الآن إلى زميلنا نجيب القحطاني، بعد ما أشكر نورة الخضر وأشكر أيضا أختي إسراء، شكرا لكم وعسى الله يوفقكم، ونشوفكم إن شاء الله بعد هذا الاختراع وينتشر عالميا وتفيدون فيه الإنسان ومرضى السكر بالذات، نشوفكم إن شاء الله في اختراعات أخرى. يعطيك العافية. الله يعافيك. أحبتنا، الآن بننتقل إلى زميلنا نجيب القحطاني اللي هو متواجد في مستوصف العدان التخصصي. صباح الخير نجيب.